امبارح خرجت مظاهرات حاشدة في الجامعات والمحافظات لرفض سياسة التهجير أو سياسة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والدعم الموقف المصري وقرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على السيادة المصرية والأمن القومي المصري. التفاف شعبي كامل حول موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية، حيث شهدت عدد من المحافظات خروج طلاب الجامعات وشباب المدن والقرى والأحزاب في وقفات تضامنية مع غزة، وذلك تنديداً بالعدوان الغاشم والمجازر التي شهدها القطاع من الجيش المحتل. وأيضاً الإعلان عن التأييد الكامل للرئيس السيسي في موقفه من القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسرياً من أرضهم. واحتشد آلاف الطلاب من جامعة القاهرة أمام مقر الجامعة بالجيزة لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف مستشفى المعمداني في غزة والقصف المتواصل على القطاع. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال في غزة. أما في محافظة الدقهلية فقد نظم طلاب جامعة المنصورة وقفة تضامنية مع غزة داخل الحرم الجامعي تنديداً بالعدوان الغاشم والمجازر التي شهدها القطاع من الجيش المحتل، وردد الطلاب هتافات تضامنية مع أهالي قطاع غزة والقضية الفلسطينية، وانضم العديد من الطلاب من مختلف الكليات ورفعوا أعلام فلسطين. كما خرج طلاب جامعة الإسكندرية في مسيرات لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم إسرائيل، وجابت مسيرات الطلاب شوارع الإسكندرية رافعين أعلام فلسطين. أيضاً في الفيوم نظم طلاب جامعة الفيوم وقفة تضامنية مع أهالي غزة ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والأزمة التي اندلعت في القطاع على مدار 10 أيام ماضية، وانطلقت المظاهرة داخل الحرم الجامعي وجابت عدداً من كليات الجامعة. وردد الطلاب والطالبات المشاركون بالمظاهرة الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلي لغزة والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل. ونظم طلاب جامعة سوهاج مسيرة بدأت داخل الحرم الجامعي وانتهت بأكبر ميادين المحافظة في مدينة سوهاج وسط هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وشارك في الوقفة الطلبة والطالبات من أبناء جامعة سوهاج وأعضاء هيئة التدريس، يتقدمهم رئيس الجامعة الدكتور حسان النعماني. كما نظم الآلاف من أهالي محافظة الشرقية أمام قصر ثقافة الزقازيق وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وأيضاً خرج الآلاف من أهالي كفر الشيخ في مسيرات لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية. ونظم شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المعتصمون أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييداً لمواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، مع تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري. واستهل شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاعتصام بهتاف مرابطون حتى الإغاثة، أعقبه افتراش الشباب الأرض أمام بوابة المعبر مطالبين بدخول مواد الإغاثة لقطاع غزة. وأدى شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صلاة الظهر والعصر جمع تقصير وصلاة الغائب على أرواح شهداء غزة. كما شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة الذي تنظمه الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفض وإدانة القتل بحق الشعب الفلسطيني وسكان القطاع، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء. وطلب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من الضيوف المشاركين في المؤتمر الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مستشفى المعمداني بغزة، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين وأن يحفظ فلسطين وأهلها من كل سوء.